صارت بابي نتمشى للجنة. إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن ردني بهذا فأصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، والله خير الحاكمين. ولنا في الحسين أسوة حسنة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شهداء العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم باسم أهالي الفاو، مع حفظ الألقاب والمسميات في النسخة 12 لمهرجان انطلاق مسيرة 40 الخالدة، مشياً على الأقدام في جنوب العراق منطقة رأس البيشة، في النقطة الأولى للبحر واليابسة، ومنها إلى النهر برعاية مؤسسة الشعائر التابعة لمكتب المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله عليه. في كل عام نجدد التعريف لكم وللمشاهد الكريم برأس البيشة التي تعتبر النقطة الأولى لخارطة العراق جنوباً، وهي الآن النقطة الأولى لانطلاق مسيرة 40 الخالدة، مشياً على الأقدام إلى سيد الشهداء تحت شعار من رأس البيشة إلى رأس الحسين، من البحر إلى النهر. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. خير الكلام وأتمه، وخير ما نفتتح به هو كلام العزيز الحكيم. رحبوا معي بالمقرئ محمد نزار الربيعي، محفوفاً بذكر محمد وآل محمد، مع قراءة سورة الفاتحة لشهداء العراق والأمة الإسلامية جميعاً وقوفاً. أفضل أعمال الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما بكل مهرجان ديباجة ومقدم
لكن في هذه النسخة أريد أن أختلف في نمطية إفادة المهرجان، لأنني أريد أن أتكلم عن نفسي قليلاً وأجلدها أمامكم قبل أن تقف بين يدي أرحم الراحمين وشديد العقاب. ما سأقوله هو بمثابة مقدمة وإبادة للمهرجان. شراي الذنب ما عامل فيش، شراي الذنب ما عامل فيش، ولا كرن الإثم وش قد عاير، صلف ما فيه لو سجنوني بمضيف، بلسان أهل المثل شراي طاير، وصفوا لعلاجي ردني إنسان قبل ما تلتهم جسم المجابر. إجا بعالم الروية إشماغ وعقار، رافع راية موزر الخواصر، حافظ طين جدمة وهدمة والهام، يشبه بن عرب صالح مشاكر، قال من البحر من تمشي لحسين انا اضمن لك ذنوبك والكبائر، تدرب اربعين يمشي سيصير مثل الملك ما ضدها صغير. خبشتم بالدراية الميشة الفار، وشبت من جمع سادات وعشاير، وشبت زلمة بنحيته يبرد الماي، خذاه الشيب واخذته المقابر، وشبت عمامة من نعماي محسين مرجع حنبت ظهر المنابر، محمد طه كان يوزع الماي والسيد الحكيم بنفسه حاضر. دخيلك يا ابن حيدر والنمو جاك على ابنك خاتمك فرها النواظر، فرس مركب بي او ذنبي خيال، عصي وشناب جفه وقلبه نامر، ابوك بلا مشي والوقع للنوم، اش حال انت اللي يجيلك جد مفاطر، فضل منك اذا تقبل لمولاي قبل ما تنصب عمامك شوادر، اذا موتن وما قابل لمشاي احس متلحد ومدفون كافر، احس متلحد ومدفون كافر. الكلمة المركزية الان لسماحة السيد عز الدين الحكيم نزل المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله عليه، فليتفضل محفوفا بلبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا شهيد الله، السلام عليك أيها الثائر في سبيل الله، السلام عليك يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، لقد نصب لك في هذا الطف علم كما وعدت السيدة الحوراء أختك الثائرة لثورتك، وكما أنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمحى أثره ولا يعفو رسمه على مرور الليالي والأيام. اليوم جاء
جئنا نجدد العهد والولاء لك يا سيدي في هذه البلاقة من أقصى جنوب العراق. اليوم ينطلق شيعتك ومحبوك يقدمون لك فروض الطاعة والولاء، لا يترددون في ذلك، يقدمون كل ما يستطيعون ويبذلون أقصى جهد في سبيل دولتك. ينطلقون من أقصى نقطة إلى البحر، أقرب ما يكون إلى البحر، ولو كانت هناك نقطة أبعد منها لكانوا على أتم الاستعداد للوصول إليها ولإعلان مطلق حبهم وولائهم لك يا سيدي والمولى. اليوم شيعتك يقدمون من أجلك كل ما يستطيعون من عطاء وخدمة وكرم، يقدمون كل أنواع اللطف والمحبة والإيثار، يقدمون كل أنواع التضحية. لا يمنعهم من ذلك طول الطريق ولا الجهد والعناء ولا التعب ولا كثرة المصاريف ولا الحر ولا البرد ولا الانقطاع عن العمل ولا ترك الأهل والعيال. اليوم أنصارك ومحبوك ينطلقون من هذه النقطة معلنين كل ولائهم لك وإخلاصهم لك يا سيدي ولقضيتك الكبرى، قضية النبي صلى الله عليه وآله ورسالته ودعوته. اليوم نحن تحت رايتك المقدسة نتعلم ونستلهم منها كل معاني الإخلاص والوفاء والإيمان والطاعة والتقرب إلى الله تعالى. اليوم نزكي أنفسنا ونربي أنفسنا ونجهد على أن نخلص لطاعتك ونطهر أنفسنا مما لحقها من درن ومن ذنوب من خلال حياتنا في الأيام الماضية، من خلال أعمالنا، من خلال معايشتنا وصراعاتنا وخلافاتنا وتجارتنا وكل ما يكون سببا لأن يلتصق بأثوابنا من وسخ أو درن، كله نقدمه بين يديك يا سيدي ونستغفر إلى الله سبحانه وتعالى ونستشفع بك إليه. اليوم يا سيدي يا أبا عبد الله نواسيك ونواسي عيالك الذين قطعوا البراري والصحاري، قطعوها ظلما وجورا، تحملوا كل أنواع العصف والجور والظلم من طغاة بن أمية. اليوم شيعتك يواسون أطفالك ويتامعك ويواسون الحوراء زينب. يا سيدي يا أبا عبد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك مذكورا بين يديك ومحفوظا عند ولدك الثائر الطالب لدمك سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل العاملين والقائمين على هذا المهرجان والمشاركين به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ زوار الحسين وأن يتقبل أعمالهم وأن يسجلهم عنده وأن يدفع عنهم كل سوء وكل بلاء. زوار الحسين الذين دعا لهم الإمام أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وجعلهم وديعة عند الله، اللهم إني أستدعى، اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا يا زوار أبي عبد الله، يا أنصار أبي عبد الله، وأن يعيد عليكم هذه الشعائر في كل سنة وفي كل عام وأنتم بأفضل ما يمكن أن تكونون عليه،
من صحة وعافية وإيمان وإخلاص ونجاح في الدنيا والآخرة. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. شعار حسين صوب الماي، شعار الصفا والمروه، هاجر حسرات الحوم وقلب الحسين من العطش يتلوى. الله واصل واصل بين قبر حسين والعباس بمقياس الصفا سوى ومقدم قد ربك خلاها قدم قد. احسنت، بارك الله فيك وطيب الله انفاسك. احسنت سيدنا مولانا الجليل، بارك الله فيك. يا بيشة الفاو، هل تنسي كم اقتتلوا فيك عليك ومات الدمث والثمل؟ يا بيشة الفاو، هل تنسي كم اقتتلوا فيك عليك ومات الدمث والثمل؟ كنت كما الخبز توا يصنعون بك، لما اكتملت رغيفا منك ما أكلوا. قد أجبر القومان أهلي عنك فارتحلوا، بل هجروهم وصاروا كلهم نملوا. مات الكثيرون والبستان في ألم، والنخل يعدم وأهل الفاو ترتحل. جرداء قاحلة كل العراق، جرداء قاحلة كل العراق بك. هي هذه الأرض انقادها بغل. يا آية المن والسلوى لقد جهلوا، فكانوا نثارا كما يتناثر البصل. قد ماتت الفاو لكن الحسين أبى، أحيا لنا الأرض والكسنى ومن خملوا. من بيشة الفاو نمشي للحسين به، درب من البحر للفردوس متصل. صلوا على محمد وآل محمد. المنصة الآن للشاعر الرائع من الأهواز الحبيبة من عبادان سعيد العيداني، فليتفضل محفوفا بذكر محمد محمد وآل محمد. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى خدمة الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أعزي نفسي وأعزي الأمة الإسلامية جمعا، بالأخص مراجعنا الكرام، بذكر استشهاد سيدي مولاي أبي عبد الله بن الحسين. من هذا المكان ومن الفار ومن رأس البيشة نقدم التعازي إلى سيدنا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام لاستشهاد أبي عبد الله بن الحسين. وطبعاً كما تعلمون هذه الأيام زينب في طريق الشام، كأن بها من يشل الليل وتجلس وتقول ليلي 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 طويل والعيون غريحة، ليلي
خويا معلي خويا ليلي طويل والعيون ضريحتهن هذا وليل الفاقدين طويل عليمن يا زينب قالت لي أحبة حكم الزمان ببعدهم عني واويل واني لبعدهم عليل وش تتمنين يا زينب قالت فلو ان الزمان يعود بهم مره تسوين قالت لفديتهم بروحي وهذا غليل ولما ولما الدهر كب كلها لمني الدهر ضوي علي الدهر كب كلها لمني ولما 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 وجفاهم لتشمد روحي ولما يا بقيت تحتم على روحي ولومها جعلوهم تحتي والطيار بعد يا زينب قالت يهدون هل على العدل وضربة يهدون عقدوا لا على هضم الذنب يهدون يا طارش قلب بني هاشم يا طارش قلب بني هاشم يهدون يهدون صهيل خيولهم عنات علي ويلي يا 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 بتنا 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 بيت البي هبط جبريل زينب تقول بيت البي هبط جبريل بتنا 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 وتالي بالخرايب غصبه يا خويا اليوم اريد احباب قلبي بتنا يا بتنا 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 دفني انا بطريق الشام بويا بويا يا بويا يا بويا يا بويا يا بويا دفني انا بطريق الشام بدنا 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 اش عجب يا حسين ما جيتي ما جيتين رضينا زينب بين الخيم متحيرة تندب العباس سبع القنطرة تندب العباس اختم الخدر خويا لي اعداد ما خلت سدر ترضى يا عباس يشتم الشمير وبالهضم وياه انشب ناظر بالهضم وياه انشب ناجفين وبحرم واطفال متكلفه وعليل ويا يا عباس اقل من دخيل ترضى بين عداك رنا بناظر ترضى بين عداك يا ترضى بين عداك يا راعي الوفا اختك بحبل الرزية مشتت خدر يا عباس جنت توصفه وبلا خدر ظليت وانا مخدره ابن خدر ظليت يا ابن الهاشمي وانت طحت هناك يم العلقون
ريت يا عباس عيني تنعني ولا اشوف ان البريح على الدرب. عمي عمي على الخوان عيني. شد قل اخوه زينب قالت بختكم بختكم هل ينسى ستر وادم فلي هاشم هل ينسى ستر وادم بختكم عطاشا ما من امي بختكم رفع الراس وافتخروا ويا ابو فاضل ابو علي اخويا رفع الراس وافتخروا بختكم وقفت وقفت اسد بين الميه وقفت وقفت اسد بين الميه طلقت المشايه من راس البحر ورايحين نزور مقطوع النحار ريالكم زوار عبد الله الحسين ها انضلت المشاية من راس البحر او رايحين تزور مقطوع النحر رايحين تزور رايحين نزور جنة كربلاء ونمشي المصايب لبل يمة وهلا الضغط للتيام ما حد غسله وكم ضلع بالخيل من عند الكسر كل سنة كل سنة من انفع ونطلع للغريب ممشى ونقض الدرب دمعة ونحيم بحين نوصل يم بن ظاهر حبيب نقل سجنا من الزهر وحضر بالدرب 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 بالروح تتلاحى الجمهور نقول الله يعين زينب باليسر شلون شلون من ردت ووصلت للقبور شقامت تعاتي بعباس القمر شن رايتنا شن رايتنا من البيشة بعجل رايحين نزور بالخير العمل غير ما عدنا وبس هو الامل ما يكب بحسين بالمحشر خسر الما يكب بحسين بالمحشر خسر مرصالح عرب الطيب علي يوم ابتسم شفته مرصالح عرب الطيب علي يوم ابتسم شفته قال لي حسين جل قبري بقد ما بن عمر زرته اليوم يا لي اهل الفار حاضر بالجمع رده ويطلع مشاي من البيشه ويطلع مشاي من البيشه من سلفاو من سلفاو بالصباح اول مركز الثوار من سلفاو بالصباح اول مركز الثوار من البيشة للمنحار بتطلع حشد زوار هذا الخير هذا الخير من حسين وحسين اللي يحط عتبار لا تنغر فاليوم تعوفه لا تنغر فاليوم تعوفه عمر الحسين اظل امشي وبطول الدرب انحار اتذكر السيدة زينب ليش اجواع ها ويلي علي شاف زينب عمر الحسين عمر الحسين اظل امشي وبطول الدرب انحار او حر الوقت ما اقول الومس بالحرب شف زينب هو اللي يقصد الجنه
شغل هم بعد يتعب مر وشركارت عناها بغبراي بغبراي افكر والفكر تالي بغبراي غبر عندي وخاف رحان بغبراي يا اهلي من تنزلوني يا اهلي من تنزلوني بغبراي ادعوني حسين لا يبطي علي شافوا غيمة من الفا وضلعت سودة مطارة شافوا غيمة من الفا طلعت سودة مطارة من رواس البحر طبقة زمن ودموع تجارة أبو فاضل سمع قلهم أخوي متان زوارة أبو فاضل سمع قلهم أخوي متان زوارة يمتى يطلعون من البيشة توكلنا على حب حسين ممشى الكربلا وينه اوعفنا بيوتنا وماشين نقصد قبر مسكين يا بتنشد تظل وتقول ظلوة عرش من طينه يا ما رحنا لو كربين وبالختام ليغشك وقتنا لا يغشك وقتنا ودير بالك زين ترى كل غيمة مالك من تعوف حسين لا يغشك وقتنا ودير بالك زين ترى كل غيمة مالك من تعوف حسين جنة بلا عد تحصلها باكر وين وهو على الباب مخلين وهو على الباب مخلينا بالختام نهدي ثواب سورة البركة الفاتحة الأخوان حياك حق يونس الله يعزك كله بحق يونس سلام الله عليك ماتت والحزن والنوح ما تم وملت مني القلب بالجسيم ما تم عامل من حرام الصبر الله أكبر ما تم كثير من ماتت رغية مجور ماتم قالت بالخراب الصبيح ولا ماتم على راس حسين من ماتت رضي الله والله اخوي على راس حسين من رضي احسنت رضي تقول الخرابة الخرابة لا سقف فيها ولا ابيض وفحل يلعبوا وياي الله سبحة يونس بالختام ترحما على ماتنا ماتكم وخدمة الحسين وشهداء الأمة الإسلامية جمعا نهدي ثواب سورة البركة الفاتحة من قبل الصلاة على محمد وآل محمد ليش نمشي من البحر بالأربعين وليش من الفاو كون من الأخير لأن ماتوا ما شرب ماي الحسين قمنا نمط الظهر للماي ونسير بالماي دقيت الرجل مشاي الحسين متعني والراية بدي مشاي الحسين من البحر حد النهر فدوات لك حتى النظر هو أنا أحلم أن حسب مشاي الحسين من ديرة مشط العرب
حيزانها ولون الكرب شايل عبر حنة ورطب سر البحر صوت القصب هو أنا أحلم أنحس بمشاي الحسين أتعنى ما هم من الظرف مشاي الحسين بي الخلق وقفة نخل مشاي الحسين ماتت القاع من الحرب بس عدلة وصارت درب للجنة لما انسحقتها زوار الحسين المنصة الآن بالشاعر المبدع والرائع حسن الزهيري من الأهواز الفيحاء الحبيبة رحبوا به بذكر محمد وآل محمد وفق بينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعليكم خدمة الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته المجلس محترم حضوركم واتفه بحضور سماحة السيد وأيضا زملاء الشعراء فتنفيذا لأوامر العراق بصورة عامة والفاو أخوي الشاعر قاسم الحياتي عوز شوي يموت الفاو عوز شوي يموت الفاو ينشف عود ماضيه لان شالت بعض هالناس منا وقطعه الفيه لكن من الله واهل البيت صار اكبر حسينيه تطلع من عدها المشايخ الحرب فلش جميع الفاو على ما ان شاء الله الحرب فلش جميع الفاو وظل بلوم تفليشه البعض قالت نريد نشيل بي ما ترهم العيشه وصالح عرض إيه وقال صالح عرض إيه وقال لازم تثبت البيشة وتدخل تاريخ الإسلامي صالح عرض إيه وقال سمعوا هاي الحجاية طيبني الحسين وراح نبت بالبحر راحي صالي قال سمعوا هاي الحجاية طيبني الحسين واح أنبت بالبحر راية تي الحرة من الشام او منا تجي المشاية وبالطف ويزي انا بنتلاقي صالح
طيبني طيبني الحسين وامي انبت بالبحر تي الحرة من الشام تي الحرة من الشام او منا تجي المشاية وبالطف ويزينا بالتلاق هالسوالف هالسوالف لان بيهن هالسوالف لان بيهن عطر الحسين الشهيد للنجف راحا وصلا سيد محمد سعيد هالسوالف لأنبيهن عطر الحسين الشهيد للنجف راحا وصلا سيد محمد حزن ابنايا حزن ابنا وقال لازم توصل احل الفاوليد وتطيعهم كل شي يردون على الله السواليف لان بيهن عطر الحسين الشهيد للنجف راحا وصلا سيد محمد سعيد حزن ابنا وقال لازم توصل اهل الفاوريد وتطيهم كل شي يردون توصل اهل الفاوريدك يلهم الوالد يقول الله رازقكم بخدمة آل حيدر والرسول تي يا تي تي للبيشة الابن هالضلع مكسور المدلول وتسجل اسم المشاهد توصل اهل الفاوريدك قلهم الوالد يقول الله رازقكم بخدمة آل حيدر والرسول تيجيش الابن هالضلع مكسور البتول والسجل اسم المشاعر تيجيش الابن هبلو عمحني الظهر امطينا العصاب اكيدا توقف براس البحر تقول وياك يوم تقول وياك مروحان وين تقول وياكم اروحان لابن مقطوع نحر شي ادري بزينب تيلي آل هاشم ليلة 11 سادتني هالمقطوع وما كبت من وقتكم آل هاشم خل تجفد لا أله آل هاشم خل تجفد لا أله وتفزع الجينب تلم عيالك آل
نشوف شجرة شيخ مذبوح نايم على الثرى اللي يلا اللي يلا اللي يلا عمتهم الحرة مرمرة طاحت الكارن ذبح شيالي اللي يلا اللي يلا عمتكم يا سادة مقلعلي اللي يا لعمتكم يا سادة مقلعلة وكل دلال العدا ما تبكربلة اللي يلا اللي يلا عصابتها ظنان مايله وترست خرور الطفوف اطفال اليوم وايد فرغ يا ناس من ميس الليله قلب الحر ايدا من حميس من الظهر من الظهر لعيالي تركض بالشميس وهالسعاد الضيم اكيدا حالي البيت يا ثلاث شن حماح اليوم بوي راي بوي راي بوي راي بوي شن حماح اليوم بتحامل حمى تكسر الخاطر بقد بتفاطم زينب زينب على الضيم ما هم علمة اليوم دحوش ومظن لالها قوة يطلع قوة يطلع صوتها بهاي تشلم يا هوي خبره ويقل راع الحلم شنو قيل سيدتي زينب فره دام فرهدا وكل الحلال بالخيم وخيمة ما خلوا نجن ببلادها نزلت من التل مشت للمشرعة وصلت العباس اخوها ومشرعة شلون جت ابويا زينب ها نزلت من التل مشت للمشرعة وصلت العباس اخوها ومشرعة خويا 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 لا تهتم جيت مقربعة خويا هاي خويا هاي خويا هاي خويا لا تهتم جيت مقبعة انا خيتك ما يبين خيال شنو تقله تقله وحق الله وكتاب الله ودينك جيت وفؤاد طلبك ودينك خويا منرد عينك الطاحت منرد عينك الطاحت من رد عينك الطاح عليك ودينك بيك تهوم وتلحق علي لكن شنو يقولها يقولها وحق الله او كتاب الله وديني طايح خويا طايح طلب العيوني وديني خويا مهون وديني اذا رديت فصعيني اذا رديت فصعيني وديني وعلى الكرار امحلها اضري قبل
رشق جن العباس قالهم قبل لا نبدي ابوكم مثل ابوي يصير لو يدكم مثل يدي واذا فعل الرجل بطول اذا فعل الرجل بطول ما من بيكم بقدي انا اشرب ماي من الغيمه انا اشرب ماي من الغيمه هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس شيل الكريمس ولا زحمه عليك هذا بس تاخر. صلوا على محمد وال محمد. نحن والله للمسيرة حافظون وللخدمة جاهزون. نحن أبناء البرد والحر والبحر والبر نخدم الحسين من البحر إلى النهر. بالحزن قلوبنا ثكلى ومن اللطم صدورنا كلمة. مسلمون قول وفعل، عراقيون اسم وأصل، جعفريون جد ونجل. لا يأخذنا في مسيرة الأربعين تعب وبخل. نحن كما السماء إن أمطرت وكاللنجات إن أبهرت، حسينيون ما بقينا، نجدد الحزن والكرب والبلاء سيرا على الأقدام حتى كربلاء. شعارنا على قلوبنا تلا، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. المنصة الآن لسماحة الشيخ الخطيب محمد الخويلدي، فليتفضل محفوفا بذكر محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب والله من تمسك بكم وعمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. سر إلى الطف سائق الأضعاني، إن فيها مراقد الإخوان. حر قلبي عليك يا أم المصائب، لي فيها زيارة وعتاب، سوف أبدي من صروف الزمان، وسأشكو لأخوتي ذل حالي، واعتباني في الشام ثم أواني. فمضى سائق الضعين، فمضى سائق الضعينة يحدو وهو باكٍ
مقرح لأجفانه أوقف الركب في الطفوف ونادى هذه كربلاء وتلك المبايا. العوفي بينا نحن عند القبر الشريف وإذا بسوادة قد أقبلت من جهة الشام التفت جابر لغلامه قال يا غلام قم وانظر ما تلك السوادة فإن كانوا من أنصار ابن زياد فلعلنا نلتجئ إلى مكان وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله. ذهب الغلام عين رجيع وهو ينادي يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله. يا جابر عاد علي السجاد قد اقبل مع عماته واخواته. قال جابر واستقبل الامام سلم عليه. قال الامام جابر نادى قال نعم. قال يا عم يا جابر هنا والله قتلت رجالنا هنا والله ذبحت اقفالنا هنا والله احرقت خيامنا هنا والله سبيت نساؤنا. يقول له جابر جابر يا عم بعد المجاد والله ذبحه وحسين ولا بعدوان ولا بعيال ولا بشري دمنا لعدنان ترى حتى الطفل ذبحه عطشان يا عين حتى الطفل ذبحه أقبلت الحرة زينب رمت بنفسها من على الناقة على قبر أبي عبد الله ولهوات على القبر والمدمع تهلاية وتسالف لبفعل زجر وخول لفي عينا لفي عينا من اليسر ليكم تقله ويدوم نصب لعائلك بخير. سدرنا من اليسر للغائب ليا يا خويا ضيوف عندك المسيا يا ابو السجاد جيناك بشكية لابونا يزيد بدي وعن شتم يا خويا هاي ما جانت على البائل طب المجلس ومزنود الاحبان راسك راسك بالطشت وتشوف العيان وبيد العود ويوسم المبسم وشايفة وشايفة أظن ما جرع لحد وشايفة بربي إلى العد جرعا وشايفة على رأس السبط تلعب وشايفة عصي زيد ويسبحان الحميد سمع الصوت ينده طفلتي وين اليتيم اليشمعي ويالنساوين قل له ماتت ماتت طفلتك بالشام يا حسين
يا نمعت طفلتك بالشعايا يا حسين بعد وين راحت الحمراء زينب راحت لقبر يقيها قمر العشيره راحت يا بالفاضل قل لك الحرمه اذا جاين الاخ يمها يا عاب الفضل كل الناس تحشمه معروف الاخت لا جاين عد اخواي الغريب يعبى وبالدهر ما تنال من يصدق هالزيادة بتوقف بالديوان من يصدق زينب توقف الديوان مكشوفة بحد الوزير يشتمل دمعة عتاب بعيون يرعى الجود شفت موقف ويا رأيتك جنت موجود شفاف عسيا القامة ويضربوها بعود فالفجان جد الهادي الفما خليني اسالف خويا خليني اسالف لك بعد موقف مهديني جواحد يا ابو فاضل صفر عين والله صارت عين اختك مثل عين امك اسالف لك يا خويا لا بعد كافي لا اقول لك الصوت سوى بشافي خويا لا اقول لك لا سيعا امسى شفافي انا لا اقول لك بعد زيادة مش علمة علمة ام المصائب اسالف غايم قلبي وحشي ومن حكي يا اخويا الجمل هامه واحد قال ريد سكينة خدام حق يا ابو فاضل حق يا ابو فاضل مع جنة يمه كاني باب الفاضل يقلى ولا عن ولا عين خوش المايج الغاجه ولا عين ولا عين ولوع النخوة تشحنن ولا عين انا لا يبنى ولا يسر ولا عين بقت عني وصعب عتمت علي يا والله بقت عندي وصعب عتبي بعد هذه الرزايا والمصائب لما عادت مولاتنا الى المدينة راى محمد بن الحنفية ولم يعرفها سأل عدي زينب الهاشمية قالت لا انا زينب المسمية قل محمد يا اخويا خبر ما اجاي ولا طارش بمكتوب وعفاك يحكي لك الصير وجهناك حرب كربلاء ما اتمني اناك ما ردتك تجي ولا ردت حروايك بحمى حسين ما نبعد سحماك من هل يدعر ناقت ناك وخوي البطل عباس حيناك الا بيوم واحد صدق ردناك يا يوم سيدتي قل الا بيوم واحد صدق ردناك خويا من وقف وهدم مجلس اعداك وقفنا بمجان ما وقفنا وقفنا وشتم حذر سمعنا
والله يزيد وحصل بإيد التمنى. والمريم وجاسم شربنا ترى حتى الشمل قلبك صرنا. وأعظم ما يشجي الغيور دخول وراء إذا أجلس مع فرح له الخمر. وقالوها فيه يزيد مسبة ويصرف عنها وجهه معرضا كبرا. قبل 40 سنة يا حسين، قبل 40 سنة يا حسين، ونحن نمشي نشتري الحسن كنسوان الحصار من الدمار، كأننا علم يرفرف عوده فوق السفينة، والسفينة نصف غارقة وطاقمها مسجى ميتا قدامنا. مولاي لا الله، يا عمق السنة سترفع الراية فضلا سيدي، إذن لنا يا راية الزوار، صيحي بالرياح وجمليها واحرسي ماء الخليج وأرض فاوي البصرة الفيحاء والمرسى وبستان النخيل بسحرك، ثم اغرسي وجددي ما كان للأجداد والآباء في الزمن الجميل وما نسي. يا راية الله التي لا شيء يعلوها من الرايات، في الريشة من بحر الخليج إلى المحيط الأطلسي. كبر بقلب المحب صوت النبض، صوت النبض. الله أكبر كبر بقلب المحب صوت النبض، صوت النبض. واجبني لبي دعوته وكربل الأد الفرض، أد الفرض. وعلى الوعد شفنا البشر تطوي الدرب طول بعرض، طول بعرض. هذا اللي يجي بطي السماء وذاك اللي يجي بطي الأرض، طي الأرض، طي الأرض. من شدة انشغافة ما همت المسافة، من شدة انشغافة ما همت المسافة. شد عزمة من أم البنين أذن أذان الأربعين، شد عزمة من أم البنين أذن أذان. حي على مزارة، حي على بيميني. شلت هذا القلب بيدي يرف، بيدي يرف. مرايا بيميني شلت هذا القلب بيدي يرف، يا جنتك فوق العقل فوق الشعر فوق الوصف،
فوق الوصف أولى على بركة الله وباسم سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام انطلقت مسيرة الأربعين وكالعادة وعلى العهد من البحر إلى النحر. نعم سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، ها هم القاصدين، ها هم الزائرين، انطلقوا حاملين الرايات، رايات العزاء والولاء والفداء لسيد الشهداء. سيدي ومولاي، نعم إن هذا الوقت غير العام وغير الأعوام التي مضت، هذا الوقت الذي يعتبره هؤلاء الزائرون هو هذه المدة التي لربما يطول بها الاشتياق واحترقت بها القلوب شوقا إلى الحسين، فخرجوا قبل الميعاد، خرجوا من بيوتهم ومن ديارهم قاصدين كربلاء الحسين. وبأي حال وبأي انكسار وبأي حزن وبأي ألم. نعم سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ها هم الذين احترقوا على مصيبة كربلاء، ها هم الذين أصيبت قلوبهم بالحرقة والحرارة، هذه الحرارة التي لا تبرد إلى يوم القيامة. فاليوم اجتمع المعزون، اجتمع المحبون والمواسون والموالون والزائرون، وعقدوا النية إلى كربلاء. أي نية؟ هذه النية التي يستقبلون بها سيدتي ومولاتي زينب، جبل الصبر. سيدتي ويا مولاتي، بأي حال نستقبلك؟ بأي حال وأنت تأتين إلى كربلاء؟ بأي حال بعد أن مررت بهذه الأجساد الطاهرة مقطعة الأشلاء؟ نعم إن هذا هو الموعد وهذا هو الحين الذي نجدده في كل مكان وكل زمان، إننا للحسين دوما وأبدا، ومن الحسين وإلى الحسين ننطلق بأعمالنا وأورادنا وكل ما أوتينا. فها هي القوافل. نعم يا أهل العراق، ابشروا هذا العام، فإننا خرجنا قبل الميعاد، هذا شوقا إلى سيد الشهداء، شوقا إلى كربلاء، شوقا لأداء هذه المسيرة وأداء هذه المراسيم التي تعتبر مصداقا للحسينيين الأبات الذين تعلموا من هذا الطريق الإباء والتضحية والفداء والولاء لسيد الشهداء. دعونا في العام السابق، اللهم ربي وفقنا وجدد لنا العزاء في كل عام لسيد الشهداء، لك الحمد والشكر يا الله على هذه النعمة وعلى هذا الرزق، إن جعلتنا من المجددين لهذه البيعة والمجددين لهذه الزيارة، ولا تحرمنا من الحسين طرفة عين. نعم أعزائي الحسينيون الذين تشاهدون الفرات الآن، هذه هي البداية، نعم من رأس البيشة من البحر، وإن شاء الله إلى النحر إلى كربلاء. سنستمر وإياكم كالعادة في كل المناطق وفي كل القصبات وفي كل القرى وفي كل المحافظات حتى نرفع لواء الحسين وننادي بنداء لبيك يا حسين.